طبعا احنا ليس لدينا فقط اموال مجمده، انما لدينا اموال مهرده، ولدينا ايضا ديون عراقيه على بعض البلدان. الاموال المجمده جمدت بفعل دخول العراق للكويت وصدور قراري مجلس الامن 660-661، جمد اموال النظام السياسي السابق وجمد ايضا شخصيات مرتبطه بالنظام السياسي السابق. وبالتاكيد لم تكن هنالك جديه حقيقيه او تعاون حقيقي ما بين مؤسسات الدوله العراقيه في حينها بعد 2003 ولحد هذه اللحظه في عمليه الحديث عن المطالبه بفك التجميد، كون اليوم نتحدث عن دوله مستقله ذات سياده، تتحدث عن منعطفات حقيقية وجدية، لا سيما في إطار أزمات اقتصادية تعرض إليها العراق، ونحتاج أيضا إلى محاولة لإعادة تنظيم اقتصادنا بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن بناء المدن التي حررت من كيان داعش الإرهابي. كل هذه المحطات أنا باعتقادي تحتاج إلى تعاون. صعوبات كبيرة وقفت أمام هذا الأمر، لكن في إطار منحة أساسي يجب أن يعني نشير إليه، سيد الكاظمي في أكتوبر من عام 2020 كون ما يسمى مجموعة اتصال دولي مالي، سمى هذه المجموعة من أجل أن تقدم للعراق استشارات اقتصادية في إطار معالجة الاقتصاد، وأيضا الحديث عن محاولة دعم العراق في ما يتعلق استرداد الأموال المهرة. صندوق النقد الدولي عضو في هذه المجموعة التي تتحدث عنها، وأيضا له دور فاعل في هذا الأمر. لماذا لم يتم التحرك بشكل فعلي لاسترداد هذه الأموال؟ أول شيء وعمل دبلوماسي أو لجوء للمحاكم. أول شيء الأطراف الحقيقية في إطار الحديث عن هذه الأموال هي تحتاج تعاون مؤسسات حكومية، وأقصد هنا البنك المركزي العراقي وأيضا ما يتعلق بوزارة الخارجية العراقية، لكن أيضا هنالك دائرة معنية بهذا الخصوص هي دائرة صندوق الاسترداد أو دائرة الاسترداد التي تشكلت في عام 2011. وبالتأكيد من 2011 لحد الآن نتحدث عن هذه الأموال التي لم نستطيع هو من الأساس دكتور عنها. من الأساس الأموال العراقية التي توجد في الخارج، من الجهة التي تكون مسؤولة عنها، وزارة الخارجية أم البنك المركزي العراقي؟ لا، هنا نتحدث عن هيئة النزاهة، دائرة الاسترداد، دائرة الاسترداد من الأساس المبالغ الموجودة في الخارج أصلا منذ قبل سقوط النظام السابق. هنا نتحدث عن جملة يعني بعد 2003 تختلف، سابقا كانت وزارة المالية، هنا نتحدث عن مجموعة من المشتركات في مؤسسات الدولة العراقية، هيئة النزاهة، دائرة الاسترداد، صندوق الاسترداد، ثم نتحدث عن مجموعة الاتصال الدولي اللي شكلها السيد الكاظمي وطلب منهم دعم الحكومة العراقية ومؤسسات الحكومة العراقية. الخارجية العراقية تنسق مع الدول، يعني بعض الأمور تتحدث عن 87 مليار على سبيل المثال هي مديونية النظام السياسي السابق أو مديونية العراق على دول بسبب التجميد اللي صار 660-661 في 55 دولة.